الله الرحمن الرحيم. كبر دماغك، كبر دماغك إن أردت أن تسير الأمور ولا تتوقف، إن أردت أن لا تشتت أسرتك ولا تفقد ممتلكاتك الأسرية أو وما بنيته، ليس فقط من الناحية المادية، فإن البيت الذي تحطم بفعل زلزال أو عاصفة يمكن بناءه، ولكن هناك أشياء حسية عاطفية نفسية قد لا تستطيع أن تصلحها إذا تحطمت في القلوب. فكر في كلماتك قبل أن تنطقها، وفي تصرفاتك قبل أن تقوم بها، وتذكر أن أسرتك هي كنزك الثمين وركنك المتين وحصنك الحصين. وشكرا لكم يا حبيبي.